نستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم اجرنا واياكم من النار ومن غضب الجبار. عباد الله اتقوا الله عز وجل فانها وصيه رب العالمين للاولين والاخرين لنا ولمن قبلنا، اذ يقول رب العزه جل جلاله عما نواله وهو اصدق القائلين ومن اصدق من الله حيلا ومن اصدق من الله حديثا. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. عباد الله يقول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قل آمنت بالله ثم استقم. أيها الأحبة الكرام، كلنا نريد أن نكون في ضيافة الله، في ضيافة الرحمن جل جلاله يوم القيامة. هي ما نصلي ونصوم ونزكي ونفعل كل شيء ونسعى إلى أن نستقيم عليه، فإن الغاية عندنا هي أن نكون في ضيافة الرحمن جل جلاله، أن نكون مع النبيين ومع الصديقين والشهداء والصالحين في ضيافة الله. ومن الأبواب الموصلة إلى ذلك هي الاستقامة، إذ أن هذه الاستقامة ليست بالأمر الهين ولا السهل كما يمكن تصوره عند الأكثرية. سئل الصحابي الجليل خليفة المسلمين الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. وسئل عنها عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الثالث رضي الله عنه فقال: هي إخلاص العمل لله. وسئل عنها الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: هي أداء الفرائض. وسئل عنها الفضيل بن عياض هذا الرجل الزاهد رضي الله عنه فقال: هي الزهد في الفانية والرغبة في الباقية، أي الزهد في دار الدنيا دار الفناء والرغبة في أن تكون في ضيافة الرحمن، أي في الباقية أن تكون من المخلدين في الجنة في ضيافة الرحمن جل جلاله. من خلال هذه المفاهيم لمصطلح أو لكلمة الاستقامة نجد على أنها هي الاعتدال والاستواء، وهي اتباع كتاب الله ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة تكون ما بين الشدة والانفلات. حينما نجد شخصا غير متشدد، يعني لا يكون بين التشدد والانفلات، يكون مستقيما، والا سيكون ممن اراد ان يشاد الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. لابد ان تكون ما بين المرحلتين، ما بين الشده او التشدد والانفلات، ان تكون وسطيا معتدلا هنا حتى يمكنك الاستمرار. حينما يدخل الانسان في اي شيء بالقوه ينهزم في اخر المطاف، وحينما يدخل برخوه يعني غير مبالي وغير مهتم لا يمكنه ان يستمر. لذلك حاول ان تكون بين حتى يمكن لك ان تستمر. اذا هي مرحله ما بين الشده والانفلات. فنحرص على ان الاستقامه هي التمسك بكتاب الله والثبات عليه، أو التمسك بدين الله والثبات عليه والدعوة إليه. فنحن أمة دعوة إلى الله،
ربنا يوم القيامة يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. المرسلين الأنبياء والرسل بلغوا الدعوة، قاموا بما عليهم، ولكننا نحن سنسأل هل نحن أيضا فعلنا ذلك. الدعوة للجميع، على كل واحد أن يكون داعية إلى الله بفعله، بتصرفاته، في مكان عمله، في طريقه، في منشأه، في نظره، في كل تصرفاته لا بد أن تكون داعية إلى الله جل جلاله. إذن هذه حينما تدعو إلى الله وتثبت على دين الله تكون حينها أنت على أن تكون في طريق أو في سبيل أو على صراط الاستقامة. حينما تكون كذلك فاعلم أنك مقبل على أن تكون ضيفا من ضيوف الرحمن جل جلاله. دعوني أعود إلى الآية التي بدأت بها هذه الخطبة حتى نستخلص ثمار هذه الاستقامة. يقول ربنا جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله، في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. النتائج: أول شيء نزول الملائكة عليه. الملائكة سجدت لأبيك آدم عليه السلام وتأتي إليه هنا مباشرة، تتنزل عليهم الملائكة. أول شيء، هل تدرك قيمة نفسك حينها؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا خوف ولا حزن عليك أيها المستقيم، ألا تخافوا ولا تحزنوا. أنت الآن تخشى من يوم القيامة، تفكر من سيستضيفك؟ الله جل جلاله. ولا تعرف منزلتك في الآخرة. حينما تكون مستقيما في حياتك تبشرك الملائكة بأنه لا خوف ولا حزن عليك. الأمر الثاني هذا، وألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، أبشروا بضيافة الرحمن، فأنكم ستكونون من ضيوف الله جل جلاله. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ولذلك قلت على أن غايتنا من وراء الاستقامة، من وراء التوبة، من وراء الإخلاص، هي ماذا؟ هي أن يرضى الله جل جلاله عنا، وأن ننال الجنة. وأبشروا بالجنة، تبشر في الجنة، تبشر بالجنة في الدنيا. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الأمر الآخر وهو أن تكون في حسن الله جل جلاله. نحن أولياؤكم، ربنا يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أنت الآن مقبل على أن ترحل إلى الآخرة، فلماذا الله جل جلاله يقول نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ الله تعالى سيكون وليك في كل ما ملكت، سيكون وليك في ذريتك، ستترك ذرية صالحة. وحينما تريد أن تستقيم منذ البداية اعلم أن الله سيحرسك حياً وميتاً، أي بعد الوفاة في الجنة، أن الله سيكون معك دائماً وسيكون وليك، ولا أحد يستطيع أن يضرك بشيء. كما في حديث القدس: لو اجتمعت الأمة على أن تنفعك بشيء لن تنفعك بشيء، ولو اجتمعت الأمة على أن تضرك بشيء لن تستطيع أن تضرك بشيء إلا شيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى كل شيء. إذا قيمة تكون في حراسة الله جل جلاله وتكون مستقيم في حياتك، الله تعالى يحرسك في حياتك. حينما تريد أن تمشي من شارع معين فتجد نفسك تغير طريق إلى شارع آخر، لأنك لا تعرف ما الذي جعلك تغير الطريق، إنه الله جل جلاله، لأنه يعرف إذا ما ذهبت من تلك الطريق ستصاب بشيء. هل عرفتم الآن كيف يحرسكم الله جل جلاله؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، في ضيافة الرحمن، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ما أجمل أن تكون في ضيافة غفور رحيم يغفر ذنبك ويستر عيبك هنا في الدنيا وفي الآخرة أيضا حينما يسترك الله. ولذلك أنا أريد أن أوصل رسالة: الكثير من الناس حينما يقوم بخطأ ما ويعمل ذنبا لا يعرف أحد من البشر عنه شيئا، في الصباح يبدأ يجالس أصحابه: هل تعرفون ماذا فعلت البارحة؟ لقد كانت ليلة كذا وكذا، كانت ليلة حمراء، لقد جئت بالخمر وبكل شيء وفعلت الأفاعيل. فيفضح نفسه. كيف لك أن تأتي يوم القيامة وتسأل الله تعالى أن يسترك وأنت لم تستر نفسك؟ أقل شيء استر نفسك هنا في الدنيا، واسأل الله جل جلاله أن يغفر ذنبك وأن يستر عيبك وأن يستر كل شيء عنك هذا في الآخرة. إذا هذه ثمرات
أو بعض ثمرات الاستقامة، حينما تستقيم، حينما تثبت، يحصنك الله جل جلاله في الدنيا ويرفعك أعلى المنازل في الآخرة وأعلى المراتب في الآخرة، ويجعلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لذلك فالاستقامة ليست بشيء، ليست بالشيء السهل كما نتصور. الآن حينما نريد أن نعرف أن باب الاستقامة أو أن الاستقامة باب من الأبواب الموصل أو من الأبواب الموصلة إلى ضيافة الرحمن جل جلاله، ما هي الخطوات التي تساعدني في أن أكون مستقيما أو في أن أستمر مستقيما؟ لقد تبت إلى الله وأريد أن أبقى مستقيما على ذلك حتى ألقى الله جل جلاله. سنتعرف على ذلك بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، يقول ربنا جل جلاله في كتابه العزيز: فاستقم كما أمرت. وحينما نقرا سوره الفاتحه يكون الدعاء الذي ندعو الله عز وجل به: اهدنا الصراط المستقيم، من بين الادعيه: اهدنا الصراط المستقيم. جيد، اول خطوه هي ان تكون مخلصا لله جل جلاله، الاخلاص يتعلق بالنيه. انت تتوب صحيح، ولكن حينما لا تخلص نيتك في ذلك اعلم انك لن تستقم. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ما الهدف؟ ما الغايه من وراء توبتك فيه؟ ان تستمر مده اخرى، مده زمنيه، وتعود الى حال سبيلك، او تعود لما كنت عليه حينها تاكد انك لم تتب. لذلك ابدا اولا بكل شيء، ابدا بالاخلاص، أخلص النية لله جل جلاله. الأمر الثاني الدعاء والتضرع إلى الله. ما أجمل أن تقوم في الثلث الأخير من الليل وأن تتوجه إلى الله جل جلاله وأن تسأل الله جل جلاله والدموع تنهمر من عينيك وتسأل الله جل جلاله أن يوفقك على الاستقامة. فلا شيء أو ولا أحد يمكنه أن يوفقك إلا الله جل جلاله. لا تقل أي شيء، أنا من فعلت وأنا أستطيع وأنا الذي تبت، لا، إنما هو توفيق من الله جل جلاله. حينما تنال علما اعلم أنه بتوفيق من الله، حينما تنال الدنيا اعلم أن ذلك بتوفيق من الله جل جلاله. لذلك توجه إلى الله بالدعاء. وربنا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آية القرآن: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك دائما يقول له قل. ولكن حينما قال له: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مباشرة. لذلك توجه إلى الله واسأله أن يجعلك مستقيما في حياتك. الأمر الثالث وهو المواظبة على ذكر الله جل جلاله. هذا الإنسان بطبيعته أنه ينسى كثيرا، يريد أن يتوب صحيح، ولكن حينما يستمر مدة زمنية يجد نفسه قد نسي أنه تاب إلى الله ويعود. لكن شيئا يجعله لا ينسى أو من الأشياء المهمة في ذاكرتنا حتى لا ننسى ذكر الله جل جلاله. حينما نعود يعني في آية القرآن الذي يتحدث عن النسيان يجد له ارتباط بماذا؟ بالذكر. دائما في آية القرآن تجدون ذلك. فالإنسان حينما يذكر الله جل جلاله يكون من الذين لا ينسون، أو من الذين يستمرون دائما في التذكر على أنهم على عتبة أن يستمروا في استقامة. إذن هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو مراقبة الله جل جلاله ومحاسبة ومحاربة النفس. النفس أمارة بالسوء، لا بد أن نعلم ذلك، هي والشيطان سواء، هم يحاربانك من أجل أن لا تكون في ضيافة الرحمن. فحارب هذه النفس وحارب الشيطان، وذلك بمراقبة الله. هل تعلم أنك حينما تكون في مكان لا يراك فيه أحد، الله تعالى جل جلاله يراك، يراك ويسمعك، يراك في الليلة الظلماء. شوف انظر، ربنا جل جلاله يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى هذا الهواء الذي ينتقل فيها من مفصل إلى مفصل، ينتقل إلى رئتيها. ربنا جل جلاله يراه ويسمع زبيبها ويعلم حالها ويرزقها من حيث لا تحتسب.
أو تظن أن الله لا يراك، أو تظن أن الله يغفل عنك، تذكر ذلك دائما، راقب ربك جل جلاله. حينما تريد أن تقوم بمعصية استحضر على أن الله تعالى يراك. والنقط في هذا الباب كثيرة، ولكن أختم لكم بشيئين اثنين من البقية، وهي مجالسة الصالحين. أنت تريد أن تبتعد عن معصية، تريد أن لا تعود إلى الخمر من جديد، لا تجالس صاحب الخمر، ابحث عن الصالحين. لذلك حاول أن تبحث عن الرفقة الصالحة حتى تستمر دائما في تشجيعك على الاستقامة. الأمر الآخر وهو الحذر من وساوس الشيطان. الشيطان سيستمر دائما يصارعك ويحاربك. لماذا؟ لأنه يريدك أن تكون رفيقه في جهنم، لا يريد لك الجنة. إذا أين واستمر معه ولا تستقم، واستمع إلى وساوسه التي تحاورك ليل نهار حتى تكون معه في جهنم. في جهنم. لذلك فالإنسان العاقل الكيس الفطن هو الذي يحارب نفسه ويحارب وساوس الشيطان حتى يكون في غيابة الرحمن. وأختم لكم بقصتين اثنين قصيرتين. بعضنا يقول يوم لك ويوم عليك، ومستقيم، ولكن يقول اليوم يوم لك ويوم عليك، هذه الحياة. فيستقيم مدة زمنية طويلة، ولكنه في لحظة ما يقول لقد تذكرت الأيام الخوالية، أيام الجاهلية، أريد أن أعود إليها، ما ضرني ذلك في ليلة واحدة. في قصة بين جارين، الجار الأول كان سكيرا، كان دائما يعاقر الخمر ويأتي بالنساء دائما ويفعل جميع المنكرات. الشخص الثاني كان يعبد الله جل جلاله، وكان دائما يتحدث معه ويقول له يا أخي عليك أن تتوب من كل هذا. يستمر دائما. في إحدى الليالي قام هذا الشاب الداعي إلى الله وقال انظر حالي وحال هذا الرجل، هو دائما في نشاط وفي حيوية وفي ليالي ماتعة، وأنا دائما أعيش هذا الضمك الذي يصور له الشيطان، هذه وساوس الشيطان. فقال ما ضرني أن أذهب إليه في هذه الليلة وأن أجلس معه وأجالسه وأشرب معه الخمر وهكذا، ثم في الغد أتوب إلى الله جل جلاله. والآخر قال إلى متى سأستمر في هذا الطريق؟ علي أن أتوب. فخرج الجار الأول وخرج الجار الثاني والتقيا في باحة البيت وهلكا معا. أرأيتم كيف كانت النهاية؟ لو أن هذا الشاب استقام فترة زمنية قليلة لكان في ضيافة الرحمن. لذلك الإنسان علي أن يحذر، فالخاتمة هي كل شيء. وشاب آخر ابتعد عن مجموعة من الشباب، كان يقضي معهم لياليه، وكان يعود إليهم وحده ليدعوهم إلى الله، يعود وحده. وهذه من النقط المهمة، لا تمشي وحدك عند رفقاء السوء القدامى، بل خذ معك شخصا آخر حتى لا يؤثروا عليك. فكان يذهب إليهم وحده، وبعد ذلك كانوا يقولون له أرأيت ما كنت تفعل. كانوا دائما يعودون به إلى زمن الجاهلية عنده. هذا الشاب في إحدى الأيام جاءه هؤلاء وقالوا له سنخرج في رحلة، لا بد أن تمشي معنا في هذه الرحلة. كان من هذا الشاب أن زينوا له هذه الرحلة وقال له أنت سترشدنا وأنت ستدعونا إلى الله وأنت ستهدينا إلى الله. فذهب معهم في هذه الرحلة. بعد أن زينوا له هذه الصورة فوجد نفسه في ليلة حمراء، جاءوا له بغالية وجاءوا له بالخمر، فقضى ليلته تلك. وفي الصباح الباكر أرادوا أن يقول له قم يا فلان لقد قضيت ليلة جميلة أجمل من تلك الليالي التي فارقتنا فيها، فوجدوه قد فارق الحياة. لذلك أحبتي الكرام، الاستقامة شيء آخر، شيء يميزنا، شيء يجعلنا دائما نستحضر مراقبة الله ويجعلنا نقوم على نهاية وعلى خاتمة نحمد الله تعالى عليها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن استقاموا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن هداهم إلى الصراط المستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وظلومنا وسائقنا وقائدنا إلى جنات النعيم. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك يا رب جميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
اللهم اجعل بلدنا هذا بلدنا من المطمئنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم انصر ملك المغرب محمد السادس، اللهم انصره نصرا عزيزا في عز الميتين وترفع به رايه الاسلام والمسلمين، اللهم احفظه في كافه باسرته الشريفه انك على ما تشاء قدير وبالاجابه الجليل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.